السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو مرشحات كيمياء للصف الثالث متوسط. هنا عندنا الفصل الأول، هذا ملخص كله فقط الفصل الأول، أو هنا عندي أسئلة متنوعة. خلينا نشوف الفصل الأول ونمشي الفيديو على كيف خاطر تاخذوهن كصور. يلا، يعني هذا ملخص وأسئلة مهمة كيمياء ثالث متوسط الفصل الأول. فرضيات النظرية، نظرية أو نموذج دالتون، ثومسون، رذروفور، أوبور، ونظرية الكم وأعداد الكم. وتعليل هنا عندنا، طبعا هذا التعليل نموذج رذروفور بالنموذج الكوكبي جدا مهم، ولماذا فشل نموذج رذروفور أيضا جدا مهم، وهنا فشل نموذج بور. وهنا هنا عندنا ما هي أهم فرضيات النظرية الذرية الحديثة. تعريف الفصل الأول، مبدأ أوفباو، قاعدة هوند، الأوربيتال، رمز لويس، نموذج دالتون وثومسون ورذروفورد، والنموذج الكوكبي. هاي التعارف. اذكر فرضيات النظرية الحديثة، او ما هي فرضيات النظرية الحديثة، او ما هي فرضيات نظرية بور. اشرح تطور البناء الذري. هذا خلاص الفصل الأول. نجي على هنا الأسئلة المتنوعة، هذه نزلتها بقناتي على التليجرام، خاف هنا الفيديو ما واضح. بيو بيو.